السلام عليكم مشاهدين قناة شوف تي في. مهم نقدم نفسي بطبيعة الحال. اسمي مريم عمور، مديرة مهرجان اكسبو بالشيف شاون. كما طلع كان بعد متتابعين ديال قناة شوف تي في اللي خرجنا بواحد انترفيو بواحد التصريح في شهر 3 2020، يعني قبل كوفيد، اللي خرج وصرحت بهذا التصريح هذا على اساس ان قام النصب عليا بواحد المبلغ ديال 20000 درهم من طرف دنيا باطمة. طبيعة الحال كان عندنا واحد المهرجان في باري، ولظروف طارئة كنا ديك الساعات باقي ما تفصلناش على لافونس للشي، بلي ظروف طارئة كنا حاولنا المهرجان من فرنسا من باريس لمدينة طنجة، اللي كنا خصصنا له التاريخ ديالو 28 مارس قبل كورونا. صافي هادشي هذا كان قبل في 2019 اللي وقع هاد المشكل هذايا في الشهر 4/3/2019 اللي وقع هاد المشكل هذا. بون طلبوا لنا بواحد التسبيق ديال 20000 درهم على حسب العقد اللي كنا متفق بهم على التجديد ديال العقد، عطيناهم 20000 درهم. ملي الناس توصلت هي بهذا المبلغ ديال 20000 درهم، لان انا كنت حاولت انني بغيت نصردالها من الكونت ديال الجمعيه الكونت ديال الشركه ديالهم، هما امتنعوا. بون انا يعني قلت انا ماشي مشكله، صرت لها المبلغ ديال 20000 درهم باش ما لا اعاده لا فائده من اعاده من نكرروا المسائل. خرجنا بهذا التصريح هذايا وخرجنا بالكونترا والمسائل. عملنا معايا عقد طبيعة الحال. العقد الاول كنا باقي ما عطيناش لافونس، والعقد الثاني هو اللي عطينا فيه لافونس 20000 درهم، يعني العقد الاول كان فيه 30000 درهم والعقد الثاني كان فيه 20000 درهم، يعني كان بالوثائق ديالنا المسائل ديالنا كلشي. بون هو هذاك ملي صافي تفاهمنا وداك الشيء قالوا لك جددوا لنا العقد، غادي يبقى نفس الشروط ونفس المسائل، خصكم تعطينا المبلغ ديال 20000 درهم. التجأنا للقضاء، جات كوفيد وقف كلشي، التجأنا للقضاء. ملي مشيت للمحكمة قالوا لك بلي أنا خصك ترد واحد الرسالة إلكترونية، يعني محاكم بوا إيما. جبرت أنا مشيت أنايا في المحاكم بوا إيما، سردنا واحد الرسالة واحد شكاية إلكترونية، شكاية إلكترونية اللي صرت أنا عبر البريد الإلكتروني. المهم دفعت فوتوكوبي لاكارت ديالي، مسائل كلشي، عطوني الكود على أساس بلي أنا باش نرجع نشوف أنا نعمل واحد هذاك على الشكاية ديالي فين وصلت. كنسيب ديك الشكاية ما وصلهاش، ما كايناش، كيقولوا لي ما كاين حتى شي معلومة على هذه الشكاية هذه. قلت انا صافي هو هذاك، غادي نحاول انني غادي نعمل الشكايه ديالي مباشره للنيابه العامه بمدينه شيف شاون، لان كما كنا كنعرفوا انها كانت حاله طوارئ، كانت بزاف ديال الحاجات وكنا في الحجر الصحي. عملت انا الشكايه ديالي للنيابه العامه بطبيعه الحال، عاوتاني كانت عبر الفاكس. هي هذه هي الشكايه، كنا سردناها عبر الفاكس، سردناها في 15/6/2020، 15/6/2020 سردنا حنا الشكايه هذه. صافي المهم تعيطوا لي الشرطه القضائيه، مشينا استمتعت لي الشرطه القضائيه، قال لك بلي ان هذه الشكايه هذه غادي يسردوها لمراكش. علاش؟ لان المغنيه كتسكن في مراكش. صافي هو هذاك مشات لمراكش، اتصلنا حنا مشيت لابوست وديك الشيء، عطيتهم النمره ديال الشكايه، قالوا لي بلي ان راه جات للمحكمه، راه توصلوا بها المحكمه، راه خرجت من بوسطه مشات للمحكمه. صافي هو هذاك مع المحامي ديالي انا اللي كنوجه له التحيه من هذا المنبر هذا. صافي بقى تابع هذا الشيء هذا كامل. بعد كنتفاجئوا كيعملوا لنا بلي ان عملوا لنا عدم الاختصاص. شنو عدم الاختصاص؟ قالوا بلي ان المغنيه ما عارفينش العنوان ديالو. وهل يعقل انها ساكنه مثلا ساكنه في مراكش ومتابعه بزاف ديال القضايا وما عندهمش العنوان ديالها؟ هذا غير ممكن. شحال من ملف، شحال من قضيه متابعه، لا من حمزه مومبيبي ولا من بزاف د الحاجات، ولكن الشكايه ديالي انا رجعت وقالوا لك بلي ان هي عملوا لها عدم الاختصاص. رجعوا للشاون، ملي رجعوا للشاون انا دخلت عند النيابه العامه مباشره عند وكيل الملك ديال مدينه شيف شاون اللي كان نوجه له تحيه من هذا المنبر، وكذلك الشرطه القضائيه بمدينه شيف شاون والاطر العامله بالمحكمه الابتدائيه بشيف شاون، كاملين اللي وقفوا معايا في هذا الشيء هذايا. صافي ملي دخلت انا عند سعاده الوكيل قال لي بلي ان عملوا لك عدم اختصاص لان ما عارفينش العنوان ديالها، رغم ان احنا عطينا الكارت ناسيونال ديالها، الرقم ديال التليفون ديالها، رقم التليفون الزوج ديالها، كل شيء، ولكن قالوا لنا ما كنعرفوش العنوان. صافي عاود تحالت
الشيف المهم منين تنتفاجئ كيقول لك بلي ان النيابه العامه ديال مدينه شفشاون كيقول لك بلي ان الشكايه خصنا نطلعوها من الدار البيضاء. يعني كلشي بالوثائق ديالنا كلشي ها هي كلشي الشكايه هي يعني موثقه ناضيه من كلشي كيقول لك غادي تطلع من الدار البيضاء. المهم انا حاجه واحده اللي كنبغي نعرفها، علاش انا الشكايه ديالي انا ما تقبلتش في المحكمه الابتدائيه ديال مراكش؟ اول حاجه علاش، ما هو السبب؟ علاش عملوا لها عدم الاختصاص؟ وعلاش يعني علاش رجعوها لنشاون؟ عاوتاني ملي جات نشاون طلعت من الدار البيضاء، لان لحد الان باقي ما عرفيناش الشكايه فينا هي. لحد الان باقيين كنتواصلوا حنا مع المحكمه كنعطيوهم الرقم ديالنا حنا ديال الشكايه، كيقولوا لك هاد الشكايه دي باقا ما وصلتش. الشكايه مشات هذه تقريبا شي شهرين باش مشات، ما عرفاش فين مشات الشكايه. الشكايه هي في يدي ورقه، يعني بالعربيه تعرفت ان هاد الشكايه هذه ما بغاتش تفهم معايا لا حبيا. انا كيف ما صرحت انا بلي انهم انا هو بلوكاني، ملي انا بغيت نتواصل انا مع الزوج ديالها نفكوا هذا المشكل هذا مباشره، نفكوا المشكل بيناتنا حبيا. يعني انا الفلوس هذه ماك فلوس ديال الناس ماشي فلوسي انايا، ولكن هاد الناس هادو ما طمعوا لك واحد جوج فرانك يطبعوك. حنا ماشي كنقولوا مساله د الفلوس، ولكن الشمته راه مزياناش انه واحد الانسان يجي وينصب عليك وهو ما عمل حتى وكل مجهود. تصور اقسم بالله العلي العظيم شي انا 20000 درهم 20000 درهم وطلبت مني انني نخلص عليها 200 درهم وشي 20 درهم انا اللي خلصتها من عندي انا من الجيم ديالي، فهمت؟ يعني صافي ملي شدت الفلوس السيده ما كتجاوب عليا ما كترد عليا ما حتى شي حاجه. دابا انا حاجه واحده اللي بغيت نعرفها، شنو المصير ديال هذه الشكايه هذه؟ وعلاش هاد الشكايه هادي من دام انها طلعت من مراكش ورجعت عاوتاني طلعت من الدار البيضاء وما كايناش، وتمسحت الشكايه الالكترونيه الاوليه اللي سردناها عن عبر موقع المحاكم بوائمة؟ شنو هاد الشيء هذا؟ انا حاجه واحده، انا حاجه الوحيده، الحاجه الوحيده اللي بغيت نعرفها انايا شنو المصير ديال الشكايه؟ علاش دابا انا مثلا واش كيجاجروا فيا باش نعيا ونتراجع ولا اشنو؟ انا ما غاديش نعيا وما غاديش نتراجع وما غاديش نتنازل، علاش؟ لان انا كمواطنه مغربيه من حقي انني ندافع على حقي، لان الا جات هذه ونصبت عليا انا ونصبت على واحد اخر وجا واحد ونصبت على، حنا غنتسماو ما كاين لا قانون ما كاين لا عد ما كاين حتى شي حاجه. الشيء اللي بغيت انا نوصل هذا الشيء هذايا، هذه الشكايه هذه علاش؟ ها هي شوفوا كيفاش مطبوعه، اش هاد الشكايه هادي وشنو المصير ديالها وفي غادي نمشي كتطلبي من القضاء ينص؟ انا كنطلب من القضاء دابا، انا دابا حنا غيقولوا لنا يعملوا لها مثلا يعملوا لها الحفظ كتسمى انتينا لا هادو ما لا هذا كيقول لك طلع عن مراكش طلع عند الدار البيضاء صافي، باغيين يسخسخوك وباغيين انهم يساليو معاك مره باش انت دعيا. انا ما غاديش نعيا وغادي نبقى كتابعه هاد الشكايه هادي وغادي نمشي حتى للرباط وغادي نمشي فهمتي غادي نعمل اقصى مجهود. علاش؟ لان ما بغيناش ما بغيناش هاد الشيء هذايا، لان كما كنتسرق انا غتسرق وحده اخرى وغتسرق وحده اخرى، ولا ما هضرش انا وما هضرش هذا وما هضرش هذا وما هضرش، وما نهضرش على الحقوق ديالنا. حنا كنهضروا قانونيين وما كنزلوا بطل على حتى شي واحد وما كنشهروا حتى بشي واحد. الحاجه الوحيده اللي كبغيت نعرفها انا الشكايه علاش كتطلع وترجع؟ علاش ما باغيش يقبلوها؟ عامله بحال شي يتيمه، بحال شي يتيمه ما عندهاش الوالدين ديالها، كيطلعوها ويهبطوها ويطلعوها ويهبطوها، فهمتيني؟ هذا هو المشكل. ما نكذبش عليك، عندنا بزاف. دابا حنا من 2020 ودابا حنا 2021 الشهر الساعه عادي عام وزياده، والشكايه ما عندها حتى خبر، ما عندها حتى شي حاجه، وما يمكنش انهم ما يكونش عارفين عندهم التليفون ديالها، وما يمكنش انهم ما عارفينش العنوان ديالها. هذه من رابع المستحيلات. انا اللي بغيت نقول لها انا كنقول لها انا علاش دابا مثلا انتينا كتعمل مع الناس هيدايا؟ علاش ديت الرزاق ديال الناس؟ رجع الرزاق ديال الناس، ما عملتيش حتى مجهود، ما عملتيش حتى شي حاجه. واش تقول لي ديتيني تاريخ وما عطيتيني تاريخ وما شنو مع شنو مع شنو؟ هذاك داكشي هذاك ما 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 ماشي مبرر، داكشي هذاك ماشي مبرر، انت داكشي هذاك ماشي مبرر. راعي الظروف ديال الناس الله يحسن العوان اللي عطاو فلوسهم واللي عطاو المسائل وهادي وحنا كبرنا بك وهذاك وانتينا كدعمي لهذا الشيء هذا، زعما محشومه محشومه كنت كنشوفها صراحه، ولكن للاسف الشديد انا ماشي خرج
ماشي خرج انا خرج انا خرج الحمد لله انا خرج خرج في الاول وخرج الثاني وكنهضر بالشكايه ديالي كنهضر بالشكايه ديالي ماشي كنخرج انايا كنعمل تشهير بشي واحد ولا كنقول شي واحد شي حاجه ولا كنزل بطل على شي واحد ولكن الانسان اللي حشومه بنادم عملت شي حاجه عملت شي مجهود وكنا احنا مثلا لغينا ولا اني ليله عارفين هذا من حقك انك ما ترجعش ولكن احنا المشكله ما لغيناش احنا ما انينيلهاش يا عباد الله حنايا حنا بدلنا كنتي غادي تخدم فرنسا ما كتبش في فرنسا كنا غنخدموا في طنجة ودير رزقك ودير رزقي صافي ما تقوليش كورونا ما كورونا كانت كورونا هذيك حاجه اخرى هذاك ماشي شغلي انايا هذاك كنت تساعدك ما غاديش نتابعك لان كتبقى كانت واحد الظروف طارئه ولكن ماشي تجي انت هنا وتدي وتدفع عليا التليفون والراجل ديالك يبلوكيني ما كاينش ديك ما كاينش ديك الخدمه بروفيسيونيل انه مثلا الانسان ماشي يوجهك ما كاينش ما كاين ما كاينش الاحترافيه الاحترافيه ما كايناش اقسم بالله ما كايناش الاحترافيه يفوا بنادم ملي كيبلوكيك من سميتو من الواتساب بحال زعما انا صاحبته ولا اش اللي كنعرف انا كنعرف انا شي واحد عنده مشكل مع صاحبته كيبلوكيها حنا راه شركه ملي كتجي انت تبلوكي شركه راه ما كاين والو فهمتيني راه ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه ما 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 بغيتش ما نكذبش عليك حنا الحمد لله كنخدموا وكنخدموا ولا وقع شي مشكل ولا كانت شي حاجه حنا كنعتذروا كانت عندك مشكل وشفتي راسك عندك مشكل وطيحه في القضيه ديال حمزه مومبيبي كنتي على الاقل تصوي الوضعيه ديالك مع مع الكليان مع مع الناس ديال مع الناس ديالك ماشي دابا بقى ديك القضيه لا حنا ما نسنيوش معاك الكونطرا وحنا غادي نخدموا لك حنا غادي نخدموا لك نخدموا لك غير شفاوين بالفوق من ديالنا ما حتى شي حاجه لا هذه ماشي خدمه الخدمه هي ان باش كنتسنى كتضمن حقك وانا كنضمن حقي انا عطيتك الفلوس لان تايقه فيك وانتما ما بغيتيش تدعموا معايا الكونطرا علاش شنو هو المشكل علاش ما بغيتيش تدعموا الكونطرا باش انايا باش انايا علاش باش انا زعما ما نشدش عليكم ما يكونش عندي حجه وهذه ماشي حجه التوصيل ماشي حجه علاش عطيتك انا ديك الفلوس جيت انا وعلقت منك هذا وصافي ما فهمتيني هذا هو المشكل هذا هو المشكل انا اللي بغيت نوصل انا للمشاهدين لان كاين بعض المتتابعين ديالي انا اللي كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر هذا اللي شحال واحد كيقول لي حقاش تنازلتي ولا حقاش كنت غير كضحك وباغيه البوز ولا شي حاجه انا ما باغيه لا بوز لا حتى شي حاجه انا باغيه حقي الانسان ملي خرجنا حنا من الراي العام لان كنعرفوا بان حنا الراي العام راه كينصف المظلوم هادشي اللي بغيت انايا لان الراي العام كينصف صافي انا ملي خرجت انا والراي العام علاش انا دابا عيطت انا القناه شوف تيفي عيطت لا علاش لان انا ما عنديش انا مثلا ما عنديش انا شي متتابعين باش نخرج نهضر ونقول لهم انا باقا من دم انا شي كايبه لا ما تنزلش ما تنزلش ما تنزلش ما تنزلش انا نمشي نمشي حتى للرباط وندخل المجلس ما تنزلش ما نكذبش عليك ما غاديش نتنازل ما عنديش نتنازل يا ان اما الناس هذا ما يواجهوني ويرجعوا لي رزقي تبارك الله فعلا يا اما بيناتنا المحاكم صافي انا اذا غتبقى هذا الشكايه اذا غتبقى في يدي حتى نشوف هذا الشيء هذا فين غادي يوصل لان ما يمكنش